هل فعلا الصدقة دور في ان هي تخفف عني سكرات الموت او تحليها؟ او يعني نسمع في ناس واحد موته بيدوق طعم الموت، يقول لك الموتة دي مرة، الموتة دي حلوة، بيضحك بيكشر. فكلمني، وكل نفس ذائقة الموت، ده ربنا اللي قال مش احنا. الحمد لله. ليه؟ الذي أنعم علينا بشهر رمضان وجعل الجميع يحس بحلاوته فقال ما أحلاه. الحمد لله. وما أعظم شهر رمضان، حينما أحس الجميع فيه بالسخاء فما أسخاه. والحمد لله الكريم الذي أكرمنا جميعا فما أكرمه وما أحسنه وما أولاه. الحمد لله. الحمد لله. سكرات الموت، عمرك قعدت قبل كده جنب واحد وروحه بتطلع؟ الحمد لله لسه لا. لا، أنا قعدت. أنا قعدت جنب ست كبيرة كانت روحها بتطلع، ولحظة خروج الروح ديت لحظة صعبة. لحظة صعبة جدا. لحظة خروج الروح؟ خروج الروح لحظة صعبة؟ جدا جدا، ليست سهلة إلا من سهلها الله عليه. الله. في من المؤمنين اللي بيشاهدون دلوقتي والناس المنفقين، منهم من تخرج روحه سهلة يسيرة خلاص. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. وفي بقى ناس تانية الروح بتنزع نزع، كأن كده صوف محطوط في شوك وعمال ينزع فعمالها تتقطع. يا الله. طب أنا بقى مين اللي بيحس بالسكرات ديت؟ الإنسان اللي بيموت بس، اللي روحه بتطلع بس، قوة خفية لا يشعر بها إلا من يمر بها ويئن بها بيتوجع منها. طب أنا عايز ربنا يخفف عني سكرات الموت وكلنا عمالين ندعي. أنت عمال تدعي وأنا عمال أدعي وحضرتك بتدعي. صح. حلو، ما هو الدعاء حلو، بس فين العمل؟ اعمل من دلوقتي عشان خاطر ربنا يخفف عنك سكرات الموت. فحد ممكن يسألني وإيه علاقة التصدق والإنفاق بسكرات الموت؟ أقول له دي موجودة. افتح معايا صفحة، الصفحة اللي على اليمين في سورة المنافقون، الصفحة اللي على اليمين فوق تاني سطر. خدت بالكم السادة المشاهدين؟ الصفحة اللي على اليمين فوق تاني سطر. تاني سطر من فوق. بص يا دكتور مصطفى، أنا يعني فخورة إن أنا طلعت معاك. ربنا يعزك، ده ليا الفخر والشرف رأسي. والله يا فندم. أمانة والله. اتفضل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وأنفقوا. أهو. ربنا بيقول، ربنا اللي بيقول اهو بقى، وانفقوا مما رزقناكم. يبقى اللي في ايدك ده بتاعك؟ لا، ده بتاعه هو سبحانه وتعالى. وربنا بيقول لك انفق مما لنا، والعمل الصالح وثوابه لمين؟ لك انت، مع ان هو رزقه هو. صح. وانفقوا مما رزقناكم من قبل، الحق نفسك ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي، وهو في الموت، لولا اخرتني الى اجل قريب فايه؟ فاصدق. وهو في سكرات الموت بيقول الآية دي، يا رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يبقى أنت لو عاوز ربنا سبحانه وتعالى يخف عنك سكرات الموت تصدق وأنفق. مش هو اللي بيقول، اللي حس بالكلام ده هو اللي بيقول لنا، هو يقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. طب ليه اختار الصدقة بالأخص؟ إلا لأنه عارف هو في اللحظة دي إن هي بتخفف سكرات الموت، اللي هي بتخلي الروح تخرج هينة سهلة يسيرة، تخرج إلى روح وريحان ورب سبحانه وتعالى راض غير غضبان. اللهم اجعل روحنا هينة يا كريم.